صحيح. بعض الناس يجي يا اخي يسوي له خطا كبير على شخص يقول يا اخي ما يتحمل. طيب هو ما تحمل، انت هل نظرت الموقف يعني قوه الموقف اللي سويته؟ فلذلك ودك الشخص اذا دخل المجلس انه من حكمه الشيبان الاوليين ترى يسكتون بالمجالس اكثر مما يشوفون. لكن لو نظرت لوضعنا هالحين احنا نسولف اكثر من، لذلك ليش الان علاقات الاوليين دامت اكثر من علاقاتنا احنا الحين؟ لان الاوليين يسكتون في المجلس اكثر من يسولفون، وحنا نسولف اكثر من ما يسكت. واذا سكت سكوتك ترك تسيطر، وكذا صرت تتكلم ترك ما تسيطر. صحيح. مع كثره الكلام بتفلت، والكلمه ملكك لين تخرج منك. الله صارت ملك غيرك، لذلك دام انها جواك فهي ملكك. في اي شيء صار سواء في على مستوى علاقتك القريبه او البعيده او غيرها، الكلمه ملكك. حتى لو ان على صديق كانت تجيب سياره، صحيح، كلمتك دامها جواك فهي ملكك، لكن اذا خرجت تحمل ما تجيب، ما هي ملكك. تجرح تضر، نعم. جرحت ما سوت تحملها، انت اخرجتها خلاص تحمل عاقبتها، لان ما صارت ملكك الحين. سنت. هي ملكك منها جواك وانت تسيطر عليه. لذلك يقال احرج الناس، يعني احرج بطيب اخلاقك ولا تجرح، احرج بطيب اخلاقك ولا تجرح بسوء اخلاقك. يا سلام. لذلك يعني حاول ان تحرج ولا تجرح. إيه، لذلك شريعتنا الاسلاميه وش قالوا؟ قالوا فليقل خيرا او ليصمت، معناته ان الصمت سلامه لك ترى مرات. اذا ما عندك خير تقوله اسكت، ترى سكوتك خير. وانا اوصي دائما في المجالس لا تحرص انك تسولف. صح. لا تسولف كثير حتى لا تخسر كثير. جميل. والله لا تسولف كثير حتى لا تخسر كثير. بالذات معلش في الاماكن اللي تجمع عامه. قل عدد الجلسه المحفوفه اللي بينك وبين اخوياك. بيصير فيها رياح. المكان العامه فيها المثقف، فيها الكبير، فيها الصغير، فيها ناس طبقات. صحيح. طبقات. فأنت دام أنك ساكت الناس ما تعرف عنك شيء إلين تتكلم، لأن اللسان يغرف اللي في القلب. صحيح. إيه. طلع صحيح. حتى لما يعرفونك بيطلعون إذا يعرفون إذا تكلمت. لذلك البدو وش يقولون؟ يقولون الرجال خشاب حتى تتعرف. لين تتعرف يعني قدامي أنت الحين يا أبو سعود، أول ما أشوفك انا ترى شخصيتك وانك ساكت وثقيل، ترى لك هيبتك ومكانتك، لك هيبتك، وانا ما ادري ايش اللي داخلك، ما اقدر اجرى اتكلم معك. صحيح. لكن لما تجي تستلمني في المجلس وتتكلم وتذب شوي وتسوي، انت اللي جسرتني على نفسك، ويمكن تصغر في عيون الرجال. اي، فاذا انت جسرت الناس على نفسك تحمل ما يجيك، تحمل ما يجيك، بالذات اذا انت بديت مداعبة للناس تحمل ما يجي. كنت بديت معه انت ما تعرف ايش اللي داخل، انت اللي جسرت يخرج اللي داخله عليه. ليش ما اخرجه على فلان وعلى فلان؟ ليش اخرجه عليك؟ لانك انت اللي بديت معه. ودام انك انت اللي اعطيته شخصيتك تحمل الردود اللي تجي على شخصيتك. صحيح. يا سلام. ترى حتى المربين يقول لك كذا، انك انت تجي لك مجلس مرات ما تدري وش الجاهل من، ما تدري وش اللي يتحمل، من اللي يزعل بسرعه، اللي يقبل المزح واللي ما يقبل، اللي ما يقبل واللي ما يقبل، من اللي كلامه لطيف حتى في عتابه، من اللي كلامه بذيء. فانت خليك حذر. ذكرتني ب استمع اكثر من ما. لذلك انا شفت واحد مره يتكلم عن الشباب الاولي اسمع، فيقول يعني هو يتكلم عن بدايات عمر الانسان، او قبل البارح كان يقول من 20 إلى 40 إلى 45 اسمع أكثر من تسولف، أو من بداية المراهقة 18 احضر المجالس بس اسمع أكثر من تسولف، خلي الأكبر منكم اللي يسولفون، أنت استمع تراك تكسب. صحيح. أحسنت. بعد 45 تلقى أنت سمعته تستطيع أنت أنك تبدي فيه. هذه من تربية الأولين ترى. صحيح. احنا اليوم على قولتهم بعلوم الأولين، وكل مرة على الأولين. ترى يا إخواني والله الأولين مدارس، نشهد أنهم مدارس والله، بالذات في العلوم يعني، ولا حقرة باللي جايين بعدين، لكن والله مدارس.
حكمة وعقل ومنطق. حكمة، تعال مع شايب، تعلق مع كبير سن في المجلس، والله تلقاك أنت الأصغر منه تسولف في المجلس أكثر منه، يعني هو ما عرف الحياة أكثر منك، ما عاصر الحياة أكثر منك، ما عرف سوالف أكثر منك، لكن باقي حكمته اللي تعلمها قديم باقي من آباء وأجداد. إيه حنا الحين نجلس بالمجلس أنت تلقانا بس نبي، ما حنا مرتاحين نبي سولف، حتى حنا على الهواء الحين تلقانا بس نتحرك نبي سولف، هذه طبيعتنا أبدا. لكن لو تجيب واحد كبير سن عندنا تلقاه يمكن خلص البرنامج ما قال إلا سالفة أو نص سالفة، تربيته الأول اللي تعود. فلذلك اللي الشايب هذا اللي سمعناها منه يقول لك شوف من المراقة إلى 45 إلى 40 خلك تسمع أكثر من تسولف، تبني بناء داخلي ذاتي. إيه تبني من بعد الأربعين، من بعد الأربعين عندك الآن الملكة اللي إيه تقدر، تقدر ترى تسيطر والخبرة الكافية. إيه تقدر، تقدر بعد الخمسة وأربعين، بعد الأربعين أنت متعلم جالس لك مع كم شايب فاهم من منها سلوب فاهم. وهذا مبدأ الأنبياء كلهم ما بعثوا ولا في بعد الأربعين لما بلغوا رشد الأربعين. إيه. ما جاء كلام من الفراغ، الله عز وجل قالها فلما يبلغ أشده، من بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إيه ترى قبلها يعني أنت بأي وقت مهيئ أنك تجيب العيد، لازلت عندك. إيه لذلك حتى في طلبة العلم المشايخ متى يخلون طلابهم يبدون يا أبو سعود؟ من بعد الأربعين، يعني يستطيع أنه يفتي ويحدث الناس هذا في السابق طبعا. حسب هذا حتى في التربية، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مجهل الوحيد بعد الأربعين. أحسنت قلناها قبل شوي الأنبياء أربعين عام. إيه فحنا ليش نحرص الحين يا أخي؟ ترى في ناس بالمجالس، وترى شوف دائما يا أخي سبحان الله اللي عنده حكمة وعنده ذا تلقاه حتى اللي عنده طلب علم تراه لو دخل المجلس ما تشوفه يسولف واجد، تلقى اللي يسولفون اللي هم يعني علمهم، وهو تلقاه لين يسند له الأمر. كثرة الكلام هي ميزة، ما قالوا فلان ما شاء الله عليه كلام واجد، هي ميزة، هذه سلبية كثرة الكلام. أسلم يا شيخ. ولا بعدين شوف خلك يوم تسولف أصلا ترى والله حتى لما تجي ثقلك في المجلس يقولون الشيء بنلونين، حتى لما تجي بثقلك في المجلس تجي بثقلك تطلع بثقلك، جيت ثقيل في المجلس تطلع ثقيل، جيت خفيف في المجلس تطلع خفيف. يا سلام يا أخي، حنا دائما نسمع كلمة احترم نفسك، ويمكن لو قلها لنا واحد نتنرفز منها. ترى لو رجعت لمفهومها الصحيح ترى كنت تحترم نفسك صحيح، لكن كيف تحترم نفسك؟ أنا لما أحترم أخوي أبو من؟ أبو فيصل. لما أحترم أبو فيصل احترمني صح؟ لما أحترم أبو سعود احترمني صح؟ صحيح. أحترم أبو سامي احترمني صح؟ أنا احترمت نفسي يعني. كيف أحترم نفسك؟ يعني أفرض الناس أنها تحترمك، يعني نفسك دي لا تخليها باب لأنها تسب أو تشتم. سنت. وأنت تجيب لها السب والشتم. يعني احترم نفسك قبل ما تطلب احترام الناس. الله لك. يا سلام. أي أنت أنا لما أحترمك أنت يا أبو سعود أنت بتحترمني. وش بتقول؟ لا بتقول فلان محترم لازم اني احترمه، انا كذا احترمت نفسي. جميل. ابو فيصل يقول الرجل هذا محترم لازم احترمه، انا احترمت نفسي الان. ابو سامي نفس الشيء يقول انا بحترم الشيخ، لو اني تراني مثلكم بس عجزكم الله خير حطيتوني شيخ الان بس لا فيك الخير والبركه وبجد اكبرنا قدر. شفتم يا شيخ والله ما فيكم صغيره قدر، كبر قاعد اقول كبركم هو بكبر سن كبر قدر. لكن تنتبوني اليوم بقبلها تنتبوني كبير سن عشان اسولف واجد. طول عمرك. شيخ والله ودنا والله سؤالك ما تم اليوم. فاقول لك انت لما تحترم الشخص اللي قدامك ويحترمك انت احترمت نفسك. ولما تخطي على الناس ترك تخطي على نفسك. صحيح. ولنا منهاج يا اخواني ودليل في كتاب الله عز وجل. حذرونا من أن نسب آلهة المشركين حتى لا يسب الله صح؟ نعم. ولا تسب الله عدوا فلا يسبوا آلهتكم. إيه؟ يعني لا لا فيسب الله الله عز وجل عدوا بغير علم. إيه فيسب الله عدوا يعني ولا تسبوا آباهم برضو أباكم عشان ما يسبون أباك. إيه المقصد حتى ما يكون اعتداء. نعم. إيه فالمقصد المفهوم من الشاهد هذا ناخذ حنا حتى على حياتنا، انك انت اذا احترمت اللي يقابلك تبي يحترمك. الان لما تجي مكان تشوف لك واحد انت تلاحظ من تشوفه تشوف على وجهه انه متنرفز، تجي انت تبدا تتكلم معه
هو الآن متنرفز ما هو بحاجة أنك تتكلم معه. الحكمة أنك تتكلم معه ولا أنك تسكت عنه؟ لا تعطيه وقت أنك إيه؟ تعطيه. لكن لو تكلمته منفعل نار صارت. صحيح. وأنت بشر ما أنت ترى. خله يظهر ما في خاطره وبعدين. وبعدين ناقشه. هذا يجرني السؤال ولا أقطع كلامك.